تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم. أرقام التواصل معنا مستمعين 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. وأيضا نتواجد معكم عبر البث الحي عن طريق تطبيق الانستغرام عبر حساب نور دبي. إذن اللي حاب يتواصل معنا هذه أرقام التواصل مستمعينا. نرحب كذلك بطاقم البرنامج معنا، ميرا المري موجودة معنا، ميرا المهيري عفوا، في ميرا المري موجودة معنا في التنسيق وأيضا في الإخراج والقواسمة والمنور اليوم ما شاء الله. طيب نبتدي اليوم هي بعد بداية البرنامج أنا بس أبغى أوجه تحية كذلك حق الدكتورة ندى الملة. دكتورة يعني عندها إنفلونزا خفيفة، فقالت أنت دائما تقول تعدينا وما تعدينا، فعشان شي أنا ما بداوم. هي طبعا تستغل الفرص يعني، فقالت ان عشان ما اعديك عدتي من الاسبوع اللي طاف يعني. لكن عموما اللي حاب يتواصل معانا هذه الارقام ذكرناها. يقول لك في دراسة امريكية حديثة اجراها باحثون بكلية الطب في جامعة جورجيا الامريكية ونشرت نتائجها بدورية تصلب الشرايين وعلم الاوعية الدموية، أن السمنة المفرطة تؤثر وبشكل كبير على تدفق الدم في الشرايين. وللوصول إلى النتائج أجرى فريق البحث دراسة على 732 من كبار السن الذين يعانون من السمنة، فوجدوا أن السمنة وزيادتها يعني زيادة الدهون في الجسم ترفع خطر إصابة كبار السن بقصور القلب. وعن السبب في ذلك لفت الفريق إلى أن السمنة تقلل من تدفق الدم عبر الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي عضلات القلب بشكل مباشر، وبالتالي ترفع خطر الإصابة بقصور القلب. اعتبر فريق البحث أن ممارسة الرياضة مثل المشي يمكن أن تساعد الأوعية الدموية الصغيرة في عملية ضخ الدم بشكل جيد، ويفقد مرضى قصور القلب قدرتهم على ضخ الدم بشكل سليم، وبالتالي لا يتم إمداد أعضاء الجسم بكميات وفيرة من الدم والأكسجين، ما يؤدي إلى الشعور المستمر بالإنهاك والتعب. إلى جانب الشعور بالإنهاك والتعب أو تورم الساقين، تشمل الأعراض أيضا الشعور بضيق في التنفس عند صعود الدرج مثلا، وتراجع القدرة على بذل المجهود أو الإصابة بحالة عامة من الوهن. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أي من أسباب الوفيات الأخرى. إذن في 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 خبر آخر كذلك، نحن يعني ما دامنا نعيش أصلا هذه الأيام الرياضية ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة اللي أطلقها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي.
في عندنا دراسة ثانية تقول أن ممارسة التدريبات الرياضية ربما تقلل مخاطر الإصابة ب13 نوع من السرطان، وأن ممارسة الأنشطة البدنية بمعدلات مرتفعة تقلل احتمالات الإصابة بالسرطان بشكل عام 7%. طبعا هذا في إطار دراسة طبية نشرت ضمن دورية جاما انترنال ميديسن الطبية، حيث حلل فريق من الباحثين بيانات خاصة بنحو 4,100,000 شخص من الولايات المتحدة وأوروبا على مدار 11 عام تقريبا. خلال فترة البحث تم تشخيص 186,000 حالة إصابة بمرض السرطان بين المشاركين طبعا في هذه الدراسة. عند تصنيف المشاركين حسب معدل الأنشطة البدنية اللي يقومون بها، تبين أن نسبة 10% التي تمارس معدلات أعلى من النشاط الرياضي تقل احتمالات الإصابة ب13 نوع من السرطان مقارنة بنسبة 10% الأقل حرصا على ممارسة الرياضة. أنواع السرطان القائمة هذه شملت يعني القائمة اللي تقل مخاطر الإصابة بها في حال ممارسة الرياضة، سرطان المريء طبعا في تراجع نسبة 42%، سرطان الكبد في تراجع نسبة 27%، سرطان الرئة في تراجع نسبة 26%، سرطان الكلى 23%، سرطان الجزء العلوي من المعدة 22%، سرطان بطانة الرحم 21%، سرطان الدم بنسبة 20%، سرطان الخلايا البلازمية بنسبة 17%، وسرطان القولون بنسبة 16%، أيضا سرطان الرأس والعنق بنسبة 15%، سرطان الشرج بنسبة 13%، سرطان المثانة بنسبة 13%، وسرطان الثدي بنسبة 10%. طبعا يعني خلك منتبه يا وائل، لازم تلعب رياضة. تعرف ليش؟ لأن الرياضة مهمة جدا. تعرف نفسيتك تتغير، وممكن يعني تتعامل مع زملائك في الـ في في في, في الهيئة بشكل مختلف تماما عن اللي تتعامل فيه معاهم الحين. عرفت؟ لا، تكون شوية أهدى، تكون دائما مبتسم، تكون دائما يعني مرتاح نفسيا. غير هذا تقي نفسك من السرطانات. وأيضا نرجع للدراسة الأولى اللي تقول اللي تتحدث أيضا عن انسداد الشرايين. فكل هذه الأمور جدا مهمة أن الواحد يحطها في الاعتبار، لأن يا جماعة الخير الآن الواحد ما له عذر الصراحة. الأنشطة الرياضية موجودة في كل مكان، ممكن تمارس الرياضة في أي مكان. نصف ساعة يوميا من المشي، ما تقدر تخصص هاي النص ساعة؟ لا، يعني هذه شغلة بسيطة جدا، بدل ما أنت جالس في القهوة ولا جالس ما أدري وين، لا يا أخي امشي. بتوقف سيارتك، وقف سيارتك في مكان بعيد وامشي، ما يحتاج توقف، لازم تدور الباركين لحذاء للباب، لا، خذ هذه الممارسات وايد مهمة. وأيضا اللي عليكم أصلا أنكم أنتم تنزلون حتى التطبيق مال تحدي دبي للياقة، ممكن يحسب لكم أيضا المجهود الرياضي اللي تقومون فيه. فهذا المجهود وايد مهم أنك أنت تحسبه، لا بالعكس يعني يساعدك ويخليك تتحدى عمرك. زين، فالمسألة مهمة جدا. كذلك الأغذية، الغذاء الصحي. الغذاء الصحي يا جماعة الخير موضوع جدا مهم، لأن الرياضة مع الغذاء نمط الغذاء الصحي يعني يعطيكم إن شاء الله النتائج اللي أنتم ترجونها. نحن الأسبوع الماضي تكلمنا في العديد من الأمراض، وتكلمنا حتى عن مرض السكري يوم الأربعاء، وكان معنا أحد الأخوة اللي تحدث عن تجربته مع مرض السكري. فمن بدء الأشياء اللي تكلم عنها كان موضوع أنه كيف تحول إلى نمط حياة صحي وبدت النتائج الإيجابية على صحته. والريال ما شاء الله عليه، يعني حتى
يعني مبين عليه انه يلعب رياضة، مبين عليه انه هو مهتم بجسمه، مبين عليه انه مهتم بصحته. فاحيانا لما تكون الشغلة الزامية بعد هذه يعني تعطي انطباعات اكثر او تعطي فوائد اكثر للشخص اللي حاب انه يعني يعيش هذه الحياة بشكل رائع وجميل، وممكن انك انت يعني تستفيد من كل هذه الأمور. يقول لك من أبرز النصائح الذهبية لتعزيز الصحة وضبط الوزن، زين، أبرزها تناول السلطة قبل الغداء والعشاء. هذه من الأشياء اللي الواحد لازم يسويها. يمكن أيضا تناول أكبر قدر ممكن من الفاكهة، على الأقل 4 تمرات يوميا. يعني التقليل من تناول المنتجات الحيوانية، منتجات الألبان المصنعة، تناول المكسرات كذلك بكميات محدودة، مثل يعني كف اليد يقولون عنها ما تزيد عن 28 جرام يوميا. في شغلات كثيرة يعني الواحد ممكن يسويها ويحددها ضمن الاحتياجات الخاصة للجسم من الفيتامينات، موانع التأكسد، وأيضا هذه الأشياء تساعد على ضبط الوزن. وايد أشياء. أنا بتطرق لموضوع التغذية إن شاء الله بعد الفاصل بشكل مفصل مع الأستاذة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية العلاجية، بتكون معنا عبر الهاتف، بتحدث عن السمنة في الإمارات. أنا لما أتطرق لهذا الموضوع لأن بالفعل هي هنالك مشكلة لدينا يجب أن نجد لها يعني حل، وهذا الحل ما يأتي إلا على مستوى القرارات الفردية فينا نحن. أنت أو أنتي لازم يعني تقرر أنك أنت تلتزم بهذا الشيء، فإذا قررت هذا بينعكس على أسرتك، بينعكس على عيالك، بينعكس على حياتك، بينعكس على أمور كثيرة. عموما ما نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أرقام التواصل معنا اللي حاب يشارك 600551414، أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. وبما أن وائل بدأ يتثاوب خلونا نطلع فاصل. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. اذا متواصلين معاكم عبر حساب نور دبي على الانستغرام لايف، وايضا على ارقام التواصل 600551414، او عن طريق الرسائل النصيه على 4006. دراسة حديثة صادرة عن جامعة الإمارات العربية المتحدة المتواجدة في العين. طبعا هذه الجامعة أنا أحب لأن هذه الجامعة لأن درست فيها. عموما هذه الدراسة شو تقول؟ أن 38% من النساء و 28% من الرجال مصابون بالسمنة على مستوى دولة الإمارات، وأن هنالك طفل واحد بين كل 3 أطفال دون سن 18 يعاني من السمنة. دراسة خطيرة جدا. هذه النتائج يعني تكلمنا عنها بشكل موسع، لكن الآن أن تصدر من جامعة الإمارات هذه الدراسة بهذا الشكل بهذه الأرقام، هذه المسألة تحتاج إلى وقفة. للحديث عن هذه الدراسة ومبررات نتائجها، وأيضا يعني الحل للوصول إلى الأرقام الأنسب في هذا المجتمع اللي يجب أن يكون مجتمع صحي، مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، معانا عبر الهاتف دكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتورة. صباح الورد والفل يا أهلا. أرقام خطيرة دكتورة هذه. نعم، أولا بشكرك لأنك نوهت إنها جامعة الإمارات. أنا فعلا هي جامعة الإمارات، لأنه في جامعة العين فكان في توضيح، وهذا صحيح، هي جامعة الإمارات اللي عملت دراسة، وواحد من 3 أطفال، تخيل يعني من كل 3 أطفال عندنا واحد عنده سمنة، وهذه فعلا دراسة اللي عملتها وعرضتها الدكتورة عايشة الظاهري. وهذا أنا أبغى أتكلم عن هذه الأرقام دكتورة. نعم. أول شيء، هل هذه الأرقام يعني المستويات هذه طبيعية في المجتمع، ولا هي أصلا مرتفعة؟ إذا كانت مرتفعة كم
مستوى الخطورة فيها؟ شوف هقول لك انه اول شيء عاليه طبعا. خليني احكي لك انه في دراستين كمان دعمتهم ده بالمنظمه الصحه العالميه قالت نسبه سمنه الاطفال في دوله الامارات العربيه المتحده اللي عندهم يعانون من السمنه 36%، هي المنظمه الصحه العالميه. وايضا دعمتها اليونيسف بناء على المستشارة التغذية عندهم الدكتورة داليا، وقالت 40% من أطفال الإمارات يعانون من زيادة الوزن والسمنة، ضافوا زيادة الوزن عشان هيك ارتفع. يعني في كتير تقارب من الثلاث دراسات، سواء جامعة العين، سواء اليونيسف، سواء منظمة الصحة العالمية، الثلاثة أشاروا أنه عندنا نسبة الأطفال نسبة عالية السمنة فيها. الحين اليونيسف والمنظمة أرقامهم يمكن نقول مثلا هذه الدراسة هم مسوينها يمكن هذه خارج دولة الإمارات، هذه لا الإمارات ما علي الحين، بس هم منظمات مش تابعة لدولة الإمارات. أيوة. الآن نعم. هذه الجامعة موجودة في دولة الإمارات، الأرقام اللي حطتها الدكتورة أكبر. لا تقريبا لا اذا بتحسب اذا هناك 35 او 34 حاطين 38، اذا حاطين ما للاطفال 40%، انا هني كاتبين طفل من بين كل ثلاثة اطفال. نعم. يعني هذه نسبة تقريبا 70% يمكن عالية فعلا. نعم فعلا نسبة عالية. انا بحكي على المحيط اللي عملوها الدراسة دي، بتكون ابو ظبي والعين طبعا. فنسبة جدا عالية. نعم جدا جدا عالية بالنسبة لإحنا عمالنا منحارب. شو الأسباب دكتورة؟ شوف هلا كتير أسباب أدت لهذا الموضوع. بداية والحمد لله الآن حكوماتنا عم تعمل إجراءات حنحكي عنها، ولكن الأسباب أدت إلى انتشار البدان عند الأطفال. أول شيء اتباع نظام غذائي غير صحي يستند إلى الوجبات السريعة، الأطعمة الغنية بالدهون وسعرات الحرارة المرتفعة، الابتعاد عن النشاط والحركة وممارسة الرياضة. وعند الأطفال، وأنا بتكلم على الأطفال الصغار السن، يعني من عمر خلينا أقول سنة وهم على الآيباد والآيفون والجيمز، ما في حركة، ما في فوتبول، ما في نط حبل، ما في سباحة، ما في ركض، ما في الأشياء اللي كانت تعملها الأطفال لتحسين صحتهم، ما موجودة هاي الأشياء. وهذا أكبر أسباب زيادة الوزن. يعني أنت بتعرف إنه عم بيصير تقريبا حوالي 25% كيلو زيادة عن الوزن الطبيعي لمعظم الأطفال، يعني إذا بدنا ناخد كتلة الدهون عندهم عالي جدا. هذه مسألة خطيرة دكتورة. وبعدين إيه تداعيات وراء السمنة، الأمراض اللي ممكن يصابون بها من جراء تراكم الدهون في الجسم بهذا الشكل، الموضوع يعني خطير جدا. ايوه بتحب اقول لك بعضها. خليني اقول لك بداية على القلب، زيادة الدهون بتؤدي الى انه الأوعية الدموية اللي موجودة عندنا تصير فيها يعني تغلق، وبالتالي بتكون ما عم بتؤدي فعاليتها. لما بيكبر بيصير عنده خطورة أمراض القلب. هي واحد. الدماغ لما بيصير عندك الطفل اللي عنده سمنة، لما يعني عندما ينمو هو بيصير عنده ممكن تجيله السكتات الدماغية. الرئة، الأطفال اللي بيعانوا من سمنة زائدة بيصير عندهم sleeping apnea اللي هي صعوبة في التنفس والأزمة. البنكرياس يؤثر أيضا على ذلك. الأطفال اللي عندهم سمنة زائدة طلع عندنا السكر النوع الثاني ما كان ظاهر قبل. صحيح. الكبد لما أنا بيكون عنده الطفل سمنة زائدة بيصير عنده دهون على الكبد، واللي إحنا هلأ عم نشوفها في التحاليل اللي بتطلع عندنا يؤدي إلى ممكن إنه الكبد بالمستقبل لا قدر الله إذا استمر في هذا الطلوع وعدم التوازن وعدم انخصاص الوزن بيصير عنده الليفر، عنده الكبد يتأثر. خلينا نقول على المعدة اللي هي بيت الداء، خلينا نقول أشياء كتير، ارتفاع السكر، ارتفاع الكوليسترول، ضغط الدم، سرطان القولون، كل هذا بيأثر لما أنا المعدة ما عم تهضم الأكل بصورة صحيحة. غير أنه عدم قدرة على المشي، معظم اللي عندهم سمنة ما بيقدروا يتحركوا خطوتين، عندهم ألام بالمفاصل وألام في الركب معظمهم، وكتير والجلد، يعني ما بدي أعدد لك الأشياء اللي بنقدر نقول من الرأس وحتى القدم. كل هذه المشاكل ومع ذلك أولياء الأمور لا ينتبهون لعيالهم، لا ينتبهون لصحتهم، لا ينتبهون لغذائهم، لأن إذا في عندي طفلين ما بين كل ثلاثة أطفال هنالك أزمة
يجب نقف طفل. عندها بشكل يعني الزامي، لان انت قاعد الطفل هذا بغض النظر شو ما كان زين انت تقدر السيره وانت تقدر تتحكم في اكله وتتحكم في نمط الحياه الخاص فيه. دكتوره المبادرات اللي انتم تسوونها لمواجهه السمنه وسوء التغذيه، انا ما بتكلم عن الامارات بشكل عام، يمكن انت تعطينا بعض الانطباعات عن الامارات، لكن عن اماره دبي بالتحديد خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. شو هي المبادرات اللي تسوونها في هذا المجال؟ طيب عندنا احنا تقريبا بهالمشروع بالذات عندنا 4 مبادرات ان شاء الله، بلشناها من منتصف الثاني من هاي السنه وحنستمر فيها باذن الله 2018. الاولى دائما احنا عم نروح لوين؟ للمدارس صح؟ هالمره رحنا للحضانه، عملنا منهاج علمي تغذوي مع برنامج رياضي لمده 22 اسبوع لتثقيف المدرسين والأهالي عن طبيعة التغذية وعن طبيعة الـ وعن الممارسة الرياضية، وللبيبيز الأطفال اللي عندهم بالحضانة عملنا لهم زي فلاش كاردز، عارفكم هذا لعبة الكارت الماتشنج اللي انك يعني تطلع هاي شو بتشبه هاي عشان بس نقرب لهم ايش الأشياء الصحيحة بالعين، يعني عرفت لأنه أطفال انت عم تتكلم على فئة عمرية من 2 لـ4 سنين. ليش؟ لأنه هاي فئة تقدر انها تكسب تتعلم 5 لغات، اللي بيقدر يتعلم 5 لغات معناته بتقدر ترسخ في ذهنه المعلومات الصور والمعلومات الصحية، يعني حتى لو حاولنا ما حيكون. بعدين ما تنسى انه من السنة اللي فاتت في اسبوع الابتكار اطلقنا سمكة بطوني لتشجيع على شرب المياه، وهلأ عم نحاول نعمل شغلة برضه زي سمكة بطوني بس لتشجيع على الخضار والفواكه، لانها الاساس في انها تعطيك العناصر الغذائيه مش زي الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات الاساسيه للطاقه، لا اللي هي تعزز المناعه اللي تقوي محاربه الامراض اللي فيها المعادن والفيتامينات. هاي ثاني وحده. ثالث وحده عندنا عيش الصحه بالمدارس للفئه العمريه المراهقه. هلا طبعا احنا عندنا اكيد برنامج كامل لتثقيف الصحه وتثقيف التغذوي هذا على مدار السنه مع كل المدارس وكل الجامعات ماشي، لكن عملنا برنامج خاص اسمه عيش الصحه، تعزيز النشاط البدني الرياضه مع توازن الغذاء. طيب تفضل. هذه مدرسه تبيع للاطفال شاورما وحمص وشو بعد ومحاشي وبرجر للأطفال. يا ريت نعرف مين المدرسة ونروح احنا نخاطبهم، لأنه أنا بتعرف يعني احنا توجهاتنا بتكون للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة. ولكن بزوج باسم المدرسة دكتورة. يا ريت. تفضلي، قلتي لي عندكم توجهات لمدارس حكومية وخاصة. الصحة المدرسية اوريدي هم عم بيعملوا توعية اللي هم طاقم الرعاية الصحية الأولية، ولكن عندهم النشاط البدني والتوعية بكل جوانبها، احنا عندنا التغذوي. فعم نحاول قد ما نقدر نخليهم يمشوا على الدليل المقاصف المدرسية اللي نعمل مع بلدية دبي وهي صحة دبي هي صحة أبو ظبي ووزارة الصحة. يا ريت يعني لأن هي شغلة البلدية إنها تحاسبهم. في أرقام للتواصل معكم مباشرة من أولياء الأمور دكتورة في حال يعني كانت في مثل هذه الممارسات؟ يا ريت. ايه في عنا اكثر من يعني في عنا 219-7705 و219-7750. طيب 7-7-5-0-5-0-5-5-0. ايه اوكي ممتاز. طيب دكتورة بس عشان الوقت قاعد يداهمني في هذا الموضوع، لكن ابغى اتكلم الحين عن كيف يمكن للشخص الطبيعي ان يتحكم بعاداته الغذائية ونمط حياته الصحي، وفي فترة معينة عشان نخلص ان هذه يصير نمط حياة عنده. هلا كل انسان عشان يغير اي عادة عنده بيحتاج 20 يوم الى شهر. زين. فبده يتحمل لانه الانسان بتعرف حتى اللسان البدز اللي هي المتعودة على الحلاوة، البراعم بسموها براعم اللسان اللي بتعطيك المرارة او الحلاوة او المالح كتير، هاي بدها 20 يوم وبتنسى الطعم. فأنت علشان تغير أي عادة غذائية بدك تتحمل شوي، لازم يكون في عندك أول شيء أخصائي تغذية معتمد، مش أي واحد، مش أي حدا تجاري إن أنا أروح له، هاي واحد.
أعمل يكون أنا عندي الرغبة، الشخص نفسه يكون هو اللي حابب محمود، مش عشان أمي أو أخويا أو زوجي أو زوجتي، لا أنا بدي. لما يكون أنا بدي، هاي لحالها بتساعدني أني أنا كأخصائي تغذية أقدر أني أنا أفصل لك الحمية اللي تمشي معك دون حرمان. يا جماعة الحمية وليست أني أنا أمتنع عن الأكل اللي أنا باكله، لا أكل أكلي ولكن بذكاء بصورة صحية وأمارس رياضة. يعني لازم السعرات الحرارية اللي تدخل إما تساوي أو أكثر من الطاقة المفقودة، يعني لازم أنا أعمل رياضة أكثر من اللي باكله. إذن يعني الواحد لازم يحاسب دائما على أكله، يحاسب على الأشياء اللي قاعد يحطها في بطنه، لأن المعدة بيت الداء مثل ما يقولون. دكتورة كلمة أخيرة تبغي تقولينها قبل أن نختم معك؟ دائما بشكرك أولا، وتاني شغلة ياريت الناس تبدأ من الحمل تنتبه السيدات على الأكل اللي بيأكلوه، حتى يقدر أنه يكون عندنا جيل جيد صحي. وما ننسى الرياضة، الرياضة اللي بتحبوها، مش أنه أشارك بنوادي، الرياضة اللي أنت بتحبها أعملها، أعمل أي شيء بحب، كل الأكل بحب، العب رياضتك بحب، بيطلع عندك نتائج سليمة بإذن الله. دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي كانت معنا عبر الهاتف، تحدثنا عن إحدى الدراسات الصادرة عن جامعة الإمارات في العين، تقول أن 38% من النساء و 28% من الرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة مصابون بالسمنة، وأن هنالك طفل واحد بين كل 3 أطفال دون 18 يعاني من السمنة. أرقام خطيرة. نتمنى شكرا لك دكتورة، نتمنى أن يعني الواحد ينتبه لها. عيالكم أمانة، عيالكم أمانة، فانتبهوا عليهم. بارك الله فيكم. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. زين، يعني هذه تحية حق وائل زعتر كاتبين، كل التحية لك يا وائل. طبعا وائل مخرجنا اليوم، وايضا معنا في التنسيق ميرا. عموما مستمعينا، ارقام التواصل 6005514114 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006. فريق طبي في مستشفى راشد بقسم الاوعيه الدمويه تمكنوا من انقاذ ساق مريضه اسيويه تبلغ من العمر 40 عام. طبعا كانت مهددة ساقها بالبتر لأن حالتها وايد صعبة لما دخلت المستشفى، لكن تم يعني استخدام كافة الخيارات العلاجية الأوبشن اللي موجود عندهم أنه ممكن يعالجون هذه المريضة وأنهم يتفادون بتر ساق هذه المريضة. طبعا شفت الصورة أنا، ما شاء الله يعني كانت واقفة وأمورها طيبة. فمن اتعرف على تفاصيل هذه الحالة مع الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتورة. صباحكم سعادة جميعا. أشكرك أخوي محمود وأشكر فريق إذاعة نور دبي ومخرجنا وائل على إتاحة الفرصة لنا دائما على للمشاركة معكم وطرح كل ما هو جديد في ميدان الطب والجراحة. دكتورة يعني أول شيء أبغي أعرف شو كانت حالة المريضة، فكرة عامة عن الأشياء اللي كانت تعانيها أول ما دشت المستشفى. المريضة أولا حسب ما طبعا التاريخ المرضي مالها قالت أنه ما عندها أي لا سكر ولا ضغط ولا أي مشاكل صحية سابقة. جت المستشفى كانت تشتكي من أيام ألم في ريدها، وما طبعا تواصلت مع أي مركز طبي أو مستشفى. فلما صراحة وصلت مستشفى راشد كانت متأخرة. متأخرة نعني بها يعني إذا الإنسان عنده انسداد أو انقطاع في الدورة الدموية يهدد حياة أو
فعالية الساق أو العضو مثلا الساق أو اليد أو أي جزء من أجزاء الجسم ممكن يؤدي إلى الوفاة، يؤدي إلى أولا فقدان هذا الطرف الذي ينقطع عنه الدم. ولكن ما معنى متأخرة فكرتي أن من 6 إلى 8 ساعات، تخيل هذا الزمن القياسي يعتبر سريع جدا، يعني زمن قصير خلال 6 إلى 8 ساعات، فما بالك لما هي كانت تعاني تقريبا ما يقارب الأسبوع حتى أكثر. قالت أنه كان في ألم، والألم تدرج من بسيط إلى شديد جدا، إلى أن وصلت إلى مستشفى راشد. كانت الساق صدقا كأنك توصف ثلج، يعني في علامات مثل ألارم، مثل يعني خطيرة جدا، اللي هي الساق تكون باردة شاحبة جدا، لونها أبيض مقارنة باللون الطرف الوردي. الدم ما يوصلها؟ الدم مش واصل طبعا، منقطع تماما من 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 منطقة الحوض. فلما وصلت لا فيها نبض ولا فيها حياة، كان فيها تنميل بحيث أنها بدت تفقد الإحساس في هاي الساق. طبعا خضعت لعملية جراحية بالإضافة إلى قسطرة، خذيناها قسم القسطرة أولا، لأن يعني في بروتوكولات نتبعها طبعا. لما تكون الجلطة قديمة أو متأخرة يمكن العامل الجراحي ما يكون في البداية يساعد، فبالتالي تخضع لفحوصات عديدة، من ضمنها طبعا جميع فحوصات الدم، جميع فحوصات الأشعة، من ضمنها الأشعة المقطعية، حتى نعرف تكون مثل المخطط لنا، يعني كأنه دليل عشان نعرف وين مستوى انسداد الدورة الدموية. كل هاي الأمور خضعت لها، وبالتالي انتهت في قسم القسطرة. محاولين ان ننظف هذه الشرايين من الجلطات المتراكمه وتعتبر يابسه ولاصقه في جدار الشريان، حتى نستطيع اعاده الدوره الدمويه واحياء هذه الساق. ولكن للاسف الشديد بعد القسطره اللي كانت تقريبا تعتبر الحل الامثل في حالتها، تبين ان الساق ما زالت بارده، ما زال فيها ما في اي اشاره مؤشر. طبعا بالسماعات نسمع تدفق الدم، ابدا كان صمت شديد. من يا خيار التدخل الجراحي أو الخيار التدخل الجراحي. بعد فترة قلنا خلنا نجرب في مذيبات الجلطة، لأن الجلطة كانت بالفعل يابسة جدا ولاصقة في جدار الشريان، فالعامل علاج مذيبات الجلطة بعد وارد. حاولنا في مذيبات الجلطة لعدة ساعات، بالعكس ساءت حالة المريضة، لأن قامت الساعات تمر بدون أي تحسن. قالتها بكل صراحة: أنا أحس نفسي أموت، أنا شفت ساقي تموت. فهاي كانت بالفعل يعني، لأن المريضة شايفة بدأت الرجل تكون مبرقشة، يعني زرقاء على حمراء على خلاص بدأت تسود، باردة جدا. لما أنا شفتها استدعوني المساء، كانت الرجل خلاص صراحة علميا ميتة، لا تتحرك أبدا، يعني طرف مشلولة تماما، ما بقي عليها إلا البتر. وصدقا خذت أنا موافقة العملية جراحة، محاولة أخيرة لتنظيف الشريان. كذلك أخذت محاولة موافقة من المريضة، لأن طبعا بتخضع لتخدير كامل على بتر هذه الساق، لأن إذا خلينا هاي الساق بالسموم اللي فيها قد تودي بحياة المريضة. وبالتالي طبعا الطبيب في هذه الحالة يقف، يعني ليس بيديه خيار إلا البتر، محاولة لإنقاذ حياتها في هذه اللحظة. 40 سنة بعدها صغيرة جدا وعاملة، يعني حتى هي إنسانة بسيطة جدا، يمكن قوتها من شغلها تخدم في مكان ما. شو سويتي دكتور؟ دخلنا العمليات طبعا كأننا بدينا من الصفر. سبحان الله، استعنا بالله ودخلنا إلى العمليات. فتحنا في منطقة الفخذ محاولة أن أنظف الشريان، دخلنا إلى مستوى الركبة، تحت إلى مستوى الركبة، وقفت الأدوات، يعني ما دخلنا تحت، ما تحت الركبة، وهي مشكلتها من الركبة وتحت لأن ساقها باردة جدا. سبحان الله، بناء على ذلك اضطريت أني كمرحلة ثانية عملية أخرى أني أفتح تحت مستوى الركبة، بحيث أنك تدخل بالمواد من الساق إلى أسفل القدم. وبالفعل مرت الأدوات، مثل بالون نستخدم معين لتنظيف الجلطات، واستخرجت كميات مهولة من الجلطات، من ضمنها جلطات قديمة. طبعا تبين بالنسبة للطبيب إن شو معنى جلطة قديمة وشو معنى جلطة فرش، فكانت جلطات قديمة مختلطة بجلطات
يعني حديثة. نظفنا جميع الشريان من الفخذ إلى مستوى القدم. كم استغرقت العملية؟ تقريبا من ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات. ثلاث ساعات. نعم، وهذا يعتبر زمن قياسي لحد ما. نعم. يعني هم عمليتين في عملية واحدة. بعد ما خلصنا طبعا نتيجة المرحلة مرور الزمن الطويل على انقطاع الدورة الدموية، يحتم علينا العمل قطع في جلد الساق من الركبة إلى تحت خط طولي، بحيث أنك تخلي العضلات طبعا تورم، الساق عادة تورم بعد فترة طويلة من انقطاع الدورة الدموية، فبالتالي نفتح الجلد حتى نسمح للعضلات أنها خلنا نقول تتنفس. وبعدين طبعا لذلك طولت المريضة إقامتها في المستشفى، لأن بعد أسبوع أو عشرة أيام سكرنا هذا الجرح اللي كان موجود، طبعا تم مفتوح لفترة، والحمد لله كما شفتها في يمكن الصحف والصور انها قامت على ساقها والعلاج الطبيعي وروحت من المستشفى الاسبوع اللي طاف. الحمد لله، يعني جزاكم الله خير، يعني هذا عمل انساني، عمل جليل، يعني زايد انه انجاز يحسب لقسم الاوعية الدموية ولمستشفى راشد بشكل عام، لان دائما ما تكون هذه العمليات هنالك فريق كامل شامل لمعالجة جميع الحالات. دكتور هني، يعني قبل انتقل للعديد من الاسئلة، في عندي سؤال يقول: السلام عليكم، ابنتي شابة تعاني من برودة شديدة في الأطراف ودائما تشكو من الصداع، مع العلم هي حامل ثلاسيميا، بما تنصحونه؟ شو تنصحين دكتورة؟ طبعا نتمنى لها السلامة أول، لكن الأخت لازم تراجع يمكن طبيب باطني أولا، يسوونها يعني الفحوصات الشاملة من فحوصات دم، من فحوصات يمكن عوامل روماتيزمية، الفحوصات الدم الشاملة، وأعتقد دكتور طبيب الأسرة يعرف يعني الفحوصات اللي ممكن تكون، نعم، وممكن يكون لها صلة بالأوعية الدموية. ثانيا طبعا إذا احتاج الأمر أنها تخضع لاستشارة طبيب أوعية دموية حتى نعرف إن هل الدورة الدموية عندها سليمة ولا أن في نوع من القصور في الأوعية، تروية الريد بالدم يعني، وإن شاء الله نسوي لها لازم إن شاء الله يا رب. يقول: نفتخر نحن فريق عمل عيادة الدكتورة دينا القدرة للجراحة وجراحة الأوعية الدموية على الإنجازات المستمرة في مجال الطبي. هني سوها أبو جوميزيا، ما عرفت اقرا الاسم، يقول: يسعد هالصباح ما شاء الله تبارك الرحمن، مزيد من التقدم والنجاح. دكتورة، الان كيف يمكن لنا ان نتجنب هذه الجلطات؟ طبعا اهم وسيله لتجنب هذه الجلطات اللي هي نمط وسلوك الحياه الصحي، مثل ما تكلمنا احنا برنامجنا صحه وسعاده، صحيح. وطبعا تزامنا مع برنامج تحدي دبي للياقه، ندعو الجميع الى العيش باسلوب صحي سليم. وطبعا تعرف ناقوس الخطر يدق الجميع أنحاء العالم من سمنة، وطبعا دكتورة وفاء عايش تحدثت بما فيه الكفاية بإسهام عن هذه المواضيع، صحيح. كيف نتجنب المشاكل الأوعية الدموية خاصة بصورة عامة، مش بس في الساقين ولكن في الدماغ وفي القلب، هاي كل الأمور يمكن أساسها السمنة. الأمور الوسيلة الأخرى اللي هي الكشف الدوري والكشف المبكر عن أمراض مثلا السكر، أمراض الضغط، أمراض ارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم، هذه مهمة جدا. يعني أعتقد مثل مريضتنا اللي ذكرنا حالتها يمكن لم تخضع لأي كشف دوري من سنين أو أبدا في حياته، بالتالي إذا الإنسان خضع لفحوصات دورية على الأقل كل 6 شهور إلى سنة، السكر مثلا وقت الصيام، ضغط الدم، لأن كل هاي الأمور تؤدي إلى ماذا؟ ما يسمى بتصلب الشرايين. تصلب الشرايين هاي مشكلة نسميها سيستميك، يعني تصيب الجسم كافة، جميع شرايين الجسم بما فيها القلب، الساقين، الكلى، الدماغ، شرايين العنق التي تغذي الدماغ، وبالتالي كل وين يحصل تصلب الشرايين يؤدي إلى مضاعفات تخص هذا العضو المصاب. جميل. هني منورة الدكتورة، عظيمة دكتورة بكل معنى الكلمة، شكرا لكم. دكتورة، يعني الحين الأعراض اللي لازم انتبه لها، ممكن تعطيني أنا يعني اللي أعرفه معظم الأمراض تعطي مثل مؤشرات بسيطة الواحد لازم يأخذ فيها وينتبه له،
زين. فيعني الأمراض اللي ممكن تصيب الأوعية الدموية، شو الأعراض اللي ممكن تطلع علينا؟ أنت ذكرتي عند الأخت إنه أو المريضة اللي عالجتوها ألم، الألم واللون وكانت مثل الريل بيضة مثل ملمس الثلج. هذه مؤشرات طارئة، خلينا نقول طارئة، ولكن اللي في مؤشرات قبل. نعم في مؤشرات قبل هي يمكن ما اشتكت، يمكن كانت تشتكي وما ما ما استشارت او ما انتبهت او ما وعيت ان هذا مثلا له علاقة بامور خطيرة. اهم شيء في عوامل في مرض تصلب الشرايين وقصور الدم في الساقين اللي هو ألم، مثل كيف ألم القلب الإنسان اللي يسوي مجهود يتعب يلهث مثلا ويصير في عنده ألم في الصدر، نفس الشيء ما يصيب الساقين، الساق هاي تتعب، الدم كفاية وقت الراحة ولكن عند النشاط عند عمل أي إجراء أو نشاط بدني، يعني مثلا إذا الإنسان مشى شوي بسرعة ولا صعد درج ولا مثلا ركض شوي ولا سوى لعب جولف، أي من هاي الأمور الرياضية، الريل تبانة الريل أو بطة الريل مثل ما نقول تتعب فيها ألم تشد مرة واحدة وتخلي الإنسان بالتدريج تمنعه بعدين يوقف مرة واحدة. يجينا المريض يقول لك يعني جملة متكررة من جميع المرضى اللي عندهم قصور في الشرايين، إنه أمشي مثلا لمدة نص ساعة، ولا يقول أمشي لمدة لمسافة نص كيلومتر ولا كيلومتر ولا اثنين كيلومتر، ولا لما مثلا يسوي الرياضة الأسبوعية ولا الرياضة اليومية، عند هذه الأثناء ريل اليمين ولا ريل اليسار ولا ساعات الريلين الثنتين تتعب شوي شوي، يصير ألم ساعات يصير تنميل، وبعدين يضطر إنه يوقف لدقائق معدودة ساعات ثواني. أي. مجرد الوقفة مش شرط أنه يجلس، لأن بعض الأحيان يختلط الألم بألم الدسك أو ألم الأعصاب، والألم يختفي، أرجع مرة ثانية أمشي مسافة 500 متر ولا الكيلومتر نفس المسافة، نسميها الكلاوديكيشن ديستنس، هي هذه مسافة معروفة، متى ما بدأ الألم معناه أن العضلات بدأت تشتكي من قصور الدم. لحظة دكتورة، أنا الحين بقولك عن تجربتي الشخصية، أنا ممكن أمارس رياضة الدراجات الهوائية، بعد ثلاث ساعات أحس بألم، هذه الأعراض. ثلاث ساعات طبيعي. طبيعي. زين. كل حد يتعب ثلاث ساعات. طبعا احنا ما نقول بس مجرد التاريخ المرضي، ولكن بعد ما يخضع الانسان للفحص السريري تكتشف ان هذا الانسان او من التاريخ المرضي عنده يمكن سكر، عنده مرض الضغط، وطبعا ما شيك بالنسبه للشرايين، مع الفحص السريري تبين ان هذا المريض ما عنده النبض اللي في القدمين، هذه طبعا علامه خلاص يعني تختص فقط بقصور الشريان او قصور الاوعيه الدمويه. جميل دكتور، ما ناخذ على عجاله الخدمات اللي تقدم في قسم الاوعيه الدمويه في مستشفى راشد بشكل عام والاجهزه والتقنيات اللي عندكم، يعني على السريع، وابرز الحالات اللي تستقبلونها. نعم، في قسم الاوعيه الدمويه في مستشفى راشد، طبعا هو قسم جراحه الاوعيه الدمويه، يعني يعنى بالاوعيه الدمويه بثلاثه انواعها، اللي هي اولا اكثر الحالات ترد الينا اللي هي دوالي الساقين. دوالي الساقين طبعا عندنا جميع الاجهزه وعندنا مختبر اوعيه دمويه يعنى بفحص وتشخيص ومن ثم علاج عن طريق الأطباء، طبعا علاج الدوالي الساقين. الدوالي مرتبط دكتورة بكبر العمر ولا مو بشرط؟ مو بشرط، ممكن يصيب الشباب. نعم، لأن العامل الوراثي يلعب دور كبير، وبالتالي تظهر الدوالي في عمر صغير، يعني في عمر الشباب بصورة عامة. المرض الثاني اللي هو ما يعنى بالشرايين اللي تكلمنا عنه من شوي، وطبعا عندنا كل الوسائل التشخيصية والعلاجية المتوفرة بما فيها القسطرة والجراحة وجميع ما يعني يواكب التطور في علاجات الشرايين. الجزء الثالث من الأوعية الدموية هو الأوعية الليمفاوية، يمكن هاي يغفل عنها الكثير من الناس، اللي هو البرزنتيشن أو الصورة تكون عن طريق ورم شديد في الساق نتيجة عدم تصفية السوائل من الساقين، وهي طبعا من المشاكل المزمنة التي ترد إلينا. العلاج يكون عن طريق بالتوافق مع دكاترة الأوعية الدموية مع قسم العلاج الطبيعي، لأن العلاج يكون مزمن ويأخذ فترة طويلة. هاي بصورة عامة وعلى عجالة الأنواع الأمراض اللي نستقبلها. طبعا عندكم أنتم يعني العديد من الإنجازات، نحن دائما دكتورة يعني ناخذ وقتك بعد
إنجاز كبير يتحقق. فنتمنى لكم التوفيق دائما، أنتم مقصرين مع المرضى، ونتمنى أيضا الواحد ينتبه على صحته قبل لا يوصل عند هذه المراحل الطارئة أو الخطيرة. دكتور قبل لا نختم، كلمة أخيرة تبغي توجهينها؟ أنا أشكر جميع طاقم فريق نور دبي، وأشكرك أخوي محمود، ونحن حاضرين طبعا في أي لحظة لاستشارة أو علاج أو نصائح لجميع المرضى. وبالفعل المثل يقول الوقاية خير من العلاج، فدائما الإنسان عيش أسلوب صحيح، عيش بصحة تعيش بسعادة دائما. جميل، عيش بصحة تعيش بسعادة، هذا الكلام موجه لك يا أستاذ وائل. شكرا لكم مستمعين، شكرا لك دكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد. كنا نتحدث يعني عن خدمات هذا القسم، وأيضا عن الإنجاز اللي تحقق في إنقاذ ساق مريضة آسيوية تبلغ من العمر 40 سنة، كانت مهددة بالبتر بسبب صعوبة حالتها، اللي تم استخدام كافة الخيارات العلاجية في تحقيق الشفاء التام والكامل وإنقاذ حتى يعني حياتها أو مسيرتها المهنية. فأعطيكم العافية. أيضا كل الشكر حق ميرا المري، كانت معانا في التنسيق، وشكرا لك يا وائل قواسمة على هذا الإخراج المميز. أنا أبغي أعرف ليش ما تقر في الاستوديو كل شوي، مرة تحت الشاشة مرة فوق الشاشة طالع لي، رجعوا لي أيمن الله يخليكم. عموما كل الشكر لكم مستمعين، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع القادمة والعديد من الإنجازات التي تقدم ضمن يعني أروقة هيئة الصحة بدبي. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.